مشاهدينا قبل ذلك نتابع خطاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بخصوص الأوضاع الصحية الراهنة في البلاد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيتها المواطنات، أيها المواطنون، تشاء الأقدار أن تمر الجزائر بلدنا الحبيب هذه الأيام بمحنة أخرى يحملها وباء فيروس كورونا المستجد العالمي الآخذ في التفشي في الكثير من بلدان العالم. لقد اتخذت الدولة الجزائرية منذ إعلان عن ظهور هذا الوباء في القارة الآسيوية إجراءات استعجالية احترازية للتصدي له بكل فعالية في حال الانتقال إلى بلادنا، لأنه لا شيء أغلى عند الإنسان من صحته، ولا شيء أعز عند الدولة من صحة المواطن وهنائه وكرامته. إن هذا التحرك المبكر ساعد على الكشف على رعية أجنبية قادمة من أوروبا مصابة بهذا الوباء منذ شهر، مما جعلنا نعلن ما يشبه حالة طوارئ ابتداء من 19 فبراير في جميع المؤسسات والوحدات الاستشفائية لتجنب الانتشار، كما حدث في بلدان أوروبية أكثر منا تجربة وقدرة على المواجهة. كنا نتابع تفشي هذا الوباء أولا بأول منذ أن كان بعيدا عن حدودنا بآلاف الكيلومترات، مركزين على الوقاية لأنها برأي كل الإخصائيين الجزائريين والخبراء الدوليين بأنها هي العلاج، ما دام ليس هناك في الوقت الحالي أي علاج فعال لهذا الوباء ما عدا الوقاية منه. وهذا الموقف يلعب فيه المواطن الدور الأساسي للعلاج. وتذكرون جميعا أننا كنا من السباقين في العالم إلى إجلاء رعايانا من مدينة يوهان الصينية وإخضاعهم لدى عودتهم إلى أرض الوطن للحجر الصحي. ومنذ ساعة قليلة ترأست اجتماعا حول تداعيات انتشار هذا الوباء، حضره الوزير الأول وعدد من الوزراء وكبار مسؤولي الدولة ومصالح الأمن المعنيين مباشرة بالموضوع، وأفضى الاجتماع إلى القرارات التالية: أولا، غلق جميع الحدود البرية مع الدول المجاورة مع إمكانية السماح بانتقال الأشخاص في الحالات الاستثنائية بعد الاتفاق مع حكومات البلدان المعنية. ثانيا، التعليق الفوري لكل الرحلات الجوية القادمة أو المنطلقة من الجزائر ما عدا طائرات نقل البضائع التي لا تحمل أي مسافر معها. الغلق الفوري أمام الملاحة البحرية والنقل البحري باستثناء البواخر الناقلة للبضائع والسلع. التعقيم الفوري لجميع وسائل النقل العمومي للولايات وعبر الوطن ومحطات نقل المسافرين. خامسا، منع التجمعات والمسيرات كيفما كان شكلها وتحت أي عنوان كانت، وغلق أي مكان يشتبه فيه بأنه بؤرة للوباء. منع تصدير أي منتوج استراتيجي سواء كان طبيا أو غذائيا إلى أن تفرج الأزمة، وذلك حفاظا على المخزون الاستراتيجي الوطني. سابعا، تعليق صلاة الجمعة والجماعة في المساجد
وغلق المساجد والاكتفاء برفع الأذان استجابة لطلب لجنة الإفتاء بعد مصادقة كبار شيوخنا وعلماء الأمة الجزائرية. ثامنا، محاربة وفضح المضاربين عديمي الضمائر الذين لا يستحون من استغلال فزع المواطن لإخفاء المواد الأساسية قصد إحداث الندرة ورفع أسعارها. تاسعا، البحث والكشف عن هوية ناشر الأخبار الكاذبة المضللة الذين يمتهنون التسويد بنفوسهم المريضة بهدف زرع البلبلة والإبقاء على المواطن دائما في حالة قلق ورعب. الزيادة في قدرة المستشفيات على تحويل عدد الأسرة إلى أسرة إنعاش عند الضرورة. وضع خطة طويلة الأمد الاحتياط من الآن للمستقبل حتى لا يعود هذا النوع من الوباء للظهور. 12، مزيد من التحسيس والتوعية في وسائل الإعلام يشارك فيها كبار المتخصصين وعلماء الدين. إن هذه القرارات تضاف إلى ما جندته الدولة بكل طاقتها من الوسائل المادية والبشرية للحد من تفشي هذا الوباء العالمي الذي لم يسبق أن ابتلت به البشرية. وكان مجلس الوزراء الأخير قد خصص اعتمادات مالية إضافية لشراء أحدث أجهزة الوقاية والكشف والعلاج ومواد صيدلية وأدوية ووسائل وقاية، فضلا عن تشديد إجراءات الرقابة بشكل تصاعدي في المطارات والموانئ والحدود البرية، وصولا إلى التعليق المؤقت للرحلات الجوية والنقل البحري مع الخارج، وغلق المدارس والجامعات ورياض الأطفال ودور الحضانات، وتجميد النشاطات في القاعات المغلقة والمفتوحة وأماكن التسلية وقاعات الحفلات وسائر أماكن الاقتضاض من الأسواق الأسبوعية وغيرها. وإني أؤكد لكم بأن الدولة قوية واعية بحساسية الظرف، مصغية لقلق المواطنين والمواطنات، منشغلة بهمومهم، بل إنها وبقدر ما هي حريصة على احترام الحريات والحقوق بقدر ما هي مسؤولة عن حماية الأشخاص والممتلكات بما فيها توفير الحماية الصحية والرعاية الطبية للمواطنين والمواطنات. واعتبار الوباء المتفشى مسألة أمن وطني وأمن صحي تهم الجميع، حتى لو أدى الأمر إلى تقييد بعض الحريات مؤقتا، فحياة المواطن والمواطنة فوق كل اعتبار وقبل كل شيء. أيتها المواطنات، أيها المواطنون، لقد وعدتكم بالصراحة وقول الحقيقة، وأنا أصارحكم فأحمد الله الذي جعل المخلصين من إطارات الدولة بصفة عامة والواعين من أبناء شعبنا العظيم يوفقون في الإبقاء على انتشار الوباء حتى الآن ضمن المستوى الثاني بمقاييس منظمة الصحة العالمية، وحتى لا قدر الله تضاعف هذا العدد إلى المستوى الثالث، فقد أخذنا جميع الاحتياطات إذ لدينا قدرات جاهزة لم تستغل البعض، سواء على مستوى الجيش الوطني الشعبي أو الأمن الوطني وحتى الفضاءات الاقتصادية كالمعارض وغيرها، يمكن تجهيزها للحجر الصحي على عجل بالإضافة إلى المباني والمنشآت العمومية. وحاليا في المخزون لدينا 15 مليون و500 ألف من كل أنواع الأقنعة
ويجري اقتناء 54 مليون قناع آخر إضافي. لدينا 6000 أداة كيميائية للفحص تيست، و 15000 بصدد الاقتناء، أكثر من 2500 سرير خاص بالإنعاش، ويمكن رفع العدد عند الاقتضاء إلى 6000 سرير وتوفير 5000 أجهزة تنفس اصطناعية. مع ذلك إن الدولة مهما فعلت ومهما جندت من الوسائل والطاقات فلن تستطيع وحدها القضاء على هذا الوباء العالمي في بلادنا ما لم يقم المواطن بواجبه في الحفاظ على نفسه والالتزام الصارم بشروط النظافة وبإجراءات الوقاية التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بمعية اللجنة الوطنية التي رأسها الوزير الأول، والتي تضم كل الوزارات والدوائر ذات الصلة بالموضوع. ستظل جهود الدولة محدودة ما لم يبدي المواطنون والمواطنات المزيد من التضامن والانضباط والتفهم، وخاصة للتبليغ عن حالات الإصابة حتى لا يتسبب عدم التبليغ في إيذاء الأقارب أو عابر السبيل في الشارع. صحيح إن الوباء مصدر قلق لنا جميعا، لأنه يؤثر مؤقتا على طريقتنا في الحياة وعلى علاقاتنا الاجتماعية وعلى حركة تنقلاتنا، ويؤثر خاصة على الأمهات العاملات اللواتي يعانين من غلق دور الحضانة ورياض الأطفال. ومع ذلك أود أن أطمنكم بأنه لا داعي للمبالغة في الفزع والخوف، لأن الوضع الراهن تحت السيطرة، أقول تحت السيطرة، وكل أجهزة الدولة في حالة يقظة قصوى واستنفار عال لمواجهة أي طارئ. لا داعي إلى المسارعة إلى تخزين المواد الغذائية، ولا داعي لتصديق الأخبار المضللة والشائعات المغرضة، وقد أمرت في هذا الموضوع بملاحقة المتضاربين والتحري والكشف عن مروجي الشائعات الباطلة والكاذبة وتقديمهم للعدالة. ويطيب لي هنا أن أجدد تقديري وشكري لمستخدمي قطاع الصحة بمختلف رتبهم ومواقعهم، ورجال الأمن ورجال الحماية المدنية، وكل المتطوعين أفرادا وجمعيات مدنية للمساعدة على مكافحة الوباء والحد من انتشاره ورعاية المصابين حتى يتعافون ويعودون سالمين إلى ذويهم. كما أقدم تعازي الحارة إلى عائلات الضحايا الذين اختارهم الله إلى جواره، متضرعا إلى العلي القدير أن يسكنهم فسيح جنانه، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين الذين غادر نصفهم المستشفيات معافين. أيها الأخوات، أيها الإخوة، إن شعبنا العظيم هو شعب التحديات، شعب لا يبخل بأي شيء للوطن، وسنخرج بتضامننا وانضباطنا بحول الله منتصرين في هذه المحنة كما انتصرنا في السابق في الجهاد الأصغر. فاللهم اللهم اصرف عنا الوباء واكفينا شر الداء، والله خير الحافظين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عاشت الجزائر حرة أبية، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.
إذن مشاهدينا كما تابعنا كان هذا خطاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعد اجتماعه مع إطارات ومسؤولي الدولة، وجاء وأهم ما جاء في الخطاب الإعلان عن ما يشبه حالة الطوارئ في جميع مؤسسات الدولة لتمكين الوزارة الوصية من مواجهة الوباء، كذلك غلق جميع الحدود البرية مع الدول المجاورة والتعليق الفوري لكل رحلة الجوية من وإلى الجزائر، الغلق الفوري للملاحة البحرية والتعقيم الفوري لوسائل النقل العمومي في كل الولايات، كذلك منع التجمع والمسيرات مهما كان هدفها، منع تصدير أي منتوج استراتيجي وتعليق صلاة الجمعة وغلق المساجد ومحاربة وفضح كل المضاربين الذين يستغلون المواطن. وكذلك قال رئيس الجمهورية الدولة توفر كل الإمكانيات والوسائل الطبية للقضاء على هذا الوباء العالمي. كذلك دعا رئيس الجمهورية المواطنين إلى اتخاذ الإجراءات أو إجراءات الوقاية والمزيد من التفهم والانضباط.